احنا قلنا لكم النهارده يوم متميز جدا، وعندنا بقى هيسه وزمبليطه في الصالون يا ست وهانم، وعندنا دكتور ميرفت ابو عوف واستاذ نبيل علي ماهر وشيف محمود. مساء الخير يا شيف محمود. مساء الخير. والجميله مها با... مها مها ابو عوف. يا ريت ابو عوف والله ليها ملايكه حضرتك. طبعا يوم مميز جدا جدا بوجود الدكتوره الجميله ميرفت ابو عوف، وكمان الاستاذ العظيم نبيل علي ماهر. انا بسلم عليهم طبعا، وانا مبسوط جدا النهارده في المطبخ. يعني الموضوع في تناغم كده النهارده جدا، ده احنا مزيكا يا أيوة. وبسلم على مها الصغير والدكتوره الجميله منى عبد الغني وعلى كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا في فقره المطبخ النهارده، تباعا للايام الحلوه والاحداث الجميله على مصر. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عاملين شويه مشويات بالفراخ يستاهلوا بقكم. ايه رايك يا دكتور؟ ايه رايك؟ انا فيجيتيريان. سلم بجد؟ طب انت بما انك فيجيتيريان فاحنا شاويين خضار فلفل وطماطم وبصل وحركات حلوه بنفس التتبيله الفيجيتيريان تنفع معاكي لكل النباتيين. وفي بتنجان كمان. وفي بتنجان. يبقى في اطباق كده احنا يعني الذوق نحاول ان احنا مع الاحتفالات اللي عندنا دول هتبقى حلوه قوي قوي. نرضي كل الاطراف. ايوه. زوجه موفره. ايوه جدا. انا هقول المقادير بسرعه بتاعه التتبيله بتاعه الشوي اللي تنفع للفراخ وتنفع كمان للحمه. يلا. كل اللي بحتاجه انا جايب النهارده صدور فراخ وشيش، والتتبيله عباره عن بحتاج حوالي 3 4 حبات من الطماطم، ووحديتين بصل، 5 6 معالق من الزيت، وملح وفلفل وعصير ليمون، رشه صغيره من جوزه الطيب. وطبعا كلمه السر في التتبيله دي شويه من الورد المجفف مع الملح والفلفل. موضوع زر الورد ده مهم جدا وبس وخلاص. والبقدونس والطماطم والبصل والفلفل دول عشان اقدمهم جنب الاكل. تمام. على طول سريعا. قرب يا ميرفت، مش عارفه رجعت ورا ليه. اول لما سمعت عايز اسال سؤال. أيوة. ايه زر الورد ده؟ زر الورد اللي هو الورد البلدي المجفف ده بيجيبوه من عند العطار. بيجيبوه من عند العطار بيتجفف. عايز اقول لك ان ده سر من اسرار الوصفه بتاعتنا. اول مره اسمع ده. موضوع كبير قوي قوي. بيتحط في الاكل. بيتحط في الاكل ده. بيتحط في الاكل وبيتحط في خلطه المشويات. انا هتجربي النهارده. أيوة. بقى في الخضار. اتفضل. ماشي. بنحط الطماطم ونحط كمان البصل. بيتحط بيتعمل يعني انا كل العمر ده وباكل غلط. لا لا بتاكل صح اكيد. في فضايح هتحصل. وشويه ملح وشويه جوز الطيب ورشه من الفلفل الاسود. التركيبه الرباعيه بتاعه حبهان وملح وفلفل وجوز الطيب وشويه من زر الورد. الله. كل التفصيله بسيطه جدا. ورد ولا هو ورد؟ هو ورد بلدي. يعني اقول له زر ورد بلدي ولا هو زر الورد اللي موجود؟ واحد. بس نصيحه ليكي بقى وانت بتشتريه، في منه منور كده ولونه اللون الروز الحلو. أيوه. وفي منه غامق، بلاش الغامق، وتمسكيه كده، هاتي ايديكي تشمي بقى. دكتور ميرفت ناوي تروح تقول للراجل هات عشان احنا بنجيبه بنعمله. نويتي صح؟ ورد فعلا طبعا. لا عشان يا شيف محمود ساعات اكيد انت عارف ان الورد الناشف ده بيتحط في البيت بوتبوري. إيه؟ كده وبيعمل ريحه حلوه. في البيت زيت ذره. ايوه بالظبط كده يا مها. وادي بقى ايه، نضرب بقى الخليط ده. دي التتبيله. التتبيله والحبهان بيدوب مع ال كده. ايوه قوي. مريح. هيريحنا من شفشة الخلاط. لسه عايزين نشتري واحد من ده. ده انا هديلكوا هديه وانتوا ماشيين. يا حبيبي ربنا يخليك. لا ده انا شفت والله كنت هشتريه والله بس معرفش. عملي جدا. جدا. بص احنا مجرد ان احنا عملنا التتبيله اللي هي بصل وثوم، بصل وثوم وزيت وشويه الحبهان وزر الورد والملح والفلفل الاسود وجوز الطيب. ادي الخلطه. وادي هنا كده نحط شوية صدور الفراخ بالحركات الجميلة، وهنا التتبيلة، ونسيب شوية للخضار. الخضار بتاعنا برضو هنا شوية من الفلفل والبصل، وكمان ممكن ناخد كام واحدة من الطماطم اللي متقطعة أربعة تربع. مش عارفة ليه أستاذ نبيل حاسة إن ميرفت مستغربة المطبخ. هي اتعلمت فيك ها؟ واتعلمت ولا لا؟ خليك ساكت. خليك ساكت. خليكي ظريفة. يعني مستغربة. أنا أولا بشتري. أنا بهدي النفوس أساسا، وفي نفس الوقت أنا يا حرام
بس انا شبه كده زي لا انا راجل اساسا باكل اي حاجه اي حاجه يعني مفيش طلبات والله طلبات تعالوا كده تعالوا مستخبيين ليه في بعض تعالى يا استاذ نبيل ما عنديش طلبات يعني راجل امير الامراء والله والله ما بعملش دي احلى حاجه والله ياكل اي حاجه بجد اللي تعمله لي اكل بس لازم ياكل طب احلى حاجه يعني لو جعان وما مش ما ناكلش في مشكله احلى حاجه بتعمل مكرونه حلوه جدا وهي قالت كده اعترف وسلطات وسلطات حلوه جدا معاك كتير جدا معاك كتير قوي سلطات بتعمل مكرونه والجبن بقى وتعمل حاجه بنت اللذينه ايطاليان فود يعني كده مدمره ما تاكليش لحمه خالص نباتيه تاكلي سمك؟ ايوه انا انا بقيت زيك انا بقيت شيف محمود بيحط الفراخ اللي تبلها تتبيله الحلوه دي مع الخضار ايوه يا سلام على الريحه الروائح الحلوه ابتدت تطلع شويه الخضار الحلوين دول الله 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 دول طبق مميز جدا الروائح الحلوه بقى ايه سرها هحط باذنجان يلا هاتي كمان قطعه حطها لنا بقى طيب احنا هنستاذنكم كده نطلع بريك سريع استاذ مها واستاذ نبيل وشيف محمود نطلع فاصل سريع ونرجع بقى يلا. ودي وصفة سهلة يلا. ودي وصفة هايلة يا حم واحد اثنين ثلاثة يا حضرة الأرجوز قولي نعم يا عمدة عايز ايه من النروح المتولي فتح علينا وصلي عليه اللهم طب اللهم صلي عليه تمشي كداك على طول على طول لحد ما تلاقي عمارة لحد ما الاقي عمارة على اليمين تلقى بتعفول دكانته على ناصية حارة دكانته على ناصية حارة تدخل يمينك وشمالك شارع وفي الثالث تكسر شارع وفي الثالث اكسر على اليمين واخد بالك وتمشي على طول تتمختر وامشي على طول اتمختر تفضل كده تمشي وتلف وتبتغى مطرح ما طلعت ولف كده مطرح ما طلعت ولما تلقى مقلة لب ما لقيت تعرف بانك تهت وضعت دي وصفه سهله ودي وصفه هايله ودي وصفه سهله دي وصفه هايله مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه ميلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه ميلا الليله كبيره يا عمي والعالم كتيره مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الله شفتي الله استاذ نبيل قال من الجواب فوق في القوي فاكر هروح فلاهي تسلم تسلم والناس مبسوطه على الصفحه يا مبسوطين بوجودكم معانا شايف محمود بقى هياكلكم ويدوقكم عمل دلوقتي حالا على طول يلا لا الخضار بديع الخضار احنا برضو الخضار اتبل بنفس التتبيله في الليله الكبيره النهارده هي الليله الكبيره عندنا في السي بي سي احلى ليله بصراحه مع الدكتور نبيل ومع الدكتوره ميرفت انا بس عايز اقول لكم سريعا انا التتبيله خلاص احنا قلناها البصل والفلفل البصل والطماطم والحبهان وزر الورد ده سر الورد هتجيب هتجيب من العطار بالظبط والزيت والملح والفلفل وجوز الطيب طب بس دي خدت وقت قد ايه دي خدت 10 دقائق 10 دقائق تتبيل بكل حاجه لو احنا في حضره الاراجوز قلنا انا بقى سريعه جدا هبدا اتبل الطبق هبدا ارص الطبق الحلو ده قلت لنا حطيت التتبيله دي ازاي برده تاني هرص الطبق انا بعمل ايه متمكن نحط شويه نحط شويه الخضار الحلوين كده شويه الخضار الجمال دول بالالوان الحلوه دي مع شويه عيش بلدي حلوين تحت ونبدا بقى ايه نرص القطع الحلوه بتاعه الفراخ كده اللي هتقول لنا تتبيلتها تاني اللي هقول لك تتبيلتها تاني اللون الحلو ده جميل ثلاث وحدات طماطم لو انها كانت طريه جدا ووحدتين بصل حبيتين بصل ومع ثلاث اربع معالق من الزيت الله. كمان حطينا اربع خمس فصوص حبهان وكمان حطينا زر الورد هو سر الله. الوصفه النهارده الحبهان مع زر الورد وكمان حطينا ايه ملح وفلفل وجوز الطيب وادي القطعه نبيل مركز معايا ايوه جدا جدا انا نمت بالجوز الطيب هو ده حته
استاذ نبيل بقى ها ها يلا الله 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 ده عايزك تبين رياكشن على الهوا بقى ايه الاخبار طبعا حلوه رائع بجد يعني محروم يعني مش قادره يعني اقر واعترف فاهم اقر واعترف فعلا تسلم ايدك بالهنا والشفا انا بقى عامل طبق صغير كده بالبتنجان عباره عن ثوم وكمون وليمون انا هرص لكم الطبق الله الله وهعمل لكم طبق حلو كده جانبي يتقدم جنب الطبق الحلو ده يلا يلا بينا ماشي حط الثوم مع شويه كمون وانت ما قلتيناش استاذ نبيل بيعمل ايه حلو بتعمل ايه حلو يا استاذ نبيل بتدخل المطبخ انا بدخل المطبخ اعمل فطار انا دايما انا بعمل فطار رائع الله أنا بعمل بيض بالجبنه ما حصل طبعا وزيق. اوكي اليوم يعني انا بفطر نفسي عاده يعني عشان مواعيد مختلفه وهي كمان انا ببقى في الجامعه عاده ما هو انا بفطر نفسي امير الامره والله والله امير والله لا وبعدين في اوقات كتير انا بنام بدري جدا وبصحى 5:30 ايوه وبنزل الساعه 8 عندي اول تدريس فهو يا بقى اول كلاس اول واحد 8:30 انا عارفه طبعا كان عين انا تجمع دكتور حبايبي بيخشوا بقى اللي هو ايوه اللي بيجي بالبيجامه كل وبعدين انا داخله بقى مقبله على الحياه بصحي من بدري بقى الساعه 5 يقول لي حياتي فرحانه كده ليه يعني تيتو انا كلاس 8:30 ده كنت بتخض ليه ما بترحمش لا كنت بتخض كلاس 8:30 بتاع الجامعه عندنا ده الاقي مثلا بنات بقى اللي جايه حاطين ميك اب وبتاع وانا بقى جايه نازله من السرير على بالبنطوفل فرحة الجامعه يعني محمود عمل حاجات روعه واحنا انا عيني معاه قول لنا حطيت ايه بقى التوابل هو علينا شويه بتنجان حلوين مع كام قرن فلفل التتبيله ثوم كمون عصير ليمون شويه جزر شويه ريحه ما حصلتني ريحه ما حصلتش بجد والله ريحه ما حصلتش لا وشكلهم انا الطبق ده انا عملته مخصوص النهارده لما عرفت ان الدكتوره ميرفت هي فيجيتيريان هي نباتيه بعشق البتنجان جدا جدا فانا النهارده عملت الطبق الجميل الصغنن ده ويعني وهاخد الباقي دوجي باج ده ادولك هديه الطبق ده النهارده شيف محمود احلى والله العظيم مش كده احلى اهلا واسرع واسرع في ثانيه اكل يعني دايما تلاقي فيه تيست كده حاجه مختلفه حقيقي يعني دوقت مش نبيل ما دوقتش ده انا جاي لك بقى ايه حته سخنه انا عارف ان انت بتحبي الحتت السخنه من الطاسه نفسها كمان يلا بينا ثاني نجيب طبعا تعالي بقى طب احنا مش هندوق أيوة. ضيوف احنا كده لا برضو ايدي الحته المحروقه عايزين مهد ميرفت ميرفت هتاكل دي وهتاكل هاكل ده انا هاكل الكلام ده اتفضلي انا هاكل ما تاكلش فراخ اوكي صح طب شيف محمود مش هندوق دكتور حلو ده هديه ده طبق باذنجان يا جماعه اتفضلوا يا جماعه والخلطه اللي احنا عاملينها بالليمون والثوم لا الريحه ده للدكتوره الريحه يا جماعه ليمون طب يلا خدي بقى بقى عايزه سؤال هو بيعمل كده يا بلبل بيعمل كده والطبق الصغير ده كمان استاذ نبيل فظيع طب ممكن اوريك عمل انت شفت لك دلوقتي استاذ نبيل عمل ايه كل البتنجان بيقول لك فظيع لا بجد فظيع ده طبق بقى بقول لك ايه يعني ضربت انتوا بعد ما كنتوا بتخلصوا الحفلات بتاكلوا بقى زي الناس فنانين في الشارع بقى وفول وطعميه كنا يعني بنروح كان في حد كان اسمه ايه اللي كنا بنروح يا إيه؟ كنا بنروح ل فدي دكتور شكرا في سيدة زينة ولا سيدة زينة وكنا بناكل تورشي ده اللي هو كان اسمه ايه ويسكي كان اسمه ويسكي المية بتاعت التورشي التورشي كانوا بيسموها ويسكي يعني مش ولاد الزواج في القبل بقى والحاجات دي يعني فنانين بقى وكفتة وحاجات كده كانت بتبقى عظيمة عايزين نشوفك كده انتوا احسن تعملوا كده تقفوا كده كلكم انا مش فاضي لا لا خلاص تعالى هنا هو جايبينك انت لما بيبقى جعان منورين هنا المهم ممكن نستنى هو زي ما انتوا شايفين كده 5:30 هو ده يا بعد الطبق ده استاذ نبيل هتطلعنا بحته مزيكا حلوه بقى لا والله بجد انتوا نورتونا لسه عندنا وقت شكرا نشكركم ونورتونا وشرفتونا بجد النهارده للجمهور حتى التواصل على المواقع كلها مبسوطين وسعداء بوجودكم معانا لا والله انا اللي سعيده جدا فتحتولي ان انا اشوفكم كمان وحشتوني جدا ويعني جدا جدا سعيده جدا فوق راسي والله شكرا جزيلا شكرا يا جماعه قوي قوي يا دكتوره شكرا لك ايه والله وانا نفسي اختم ختاب مختلف عايزه تقولي حاجه لمحمود عايزه اقول له تسلم ايدك تسلم ايدك والختام بقى استاذ نبيل هيقول شكرا ونشوفكم في حلقه جديده وستات محفوظ جديده اتفضل الكاميرا معايا الف شكر يا رب نكون ضيوف لطاف كده معاكم يعني خفاف نشوفكم بكره في حلقه جديده بكره
ونشوفكم بكره في حلقه جديده. نشوفكم بكره في حلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا ابدا.